السلام عليكم شباب، معكم علي اوتاكو جيمر. اليوم جانا لكم بنسخة جديدة من دراغون بول بلوكاي تنكاشي 3. النسخة هي اقل ما يقال عنها انه غريبة الاطوار. الصراحة ما بعرف شو تسميه، ما فيني اقول افضل نسخة ولا فيني اقول اسوأ نسخة. نسخة اوكي حلوة ولكن غريبة، مثل ما تشوفوا في ستايلات هنا. اوكي، فالمهم يلا قبل ما بدأ اورجيكم الشخصيات اللي من النسخة، اشترك بالقناة يا اسطورة، دعمنا بلايك، وكمان لا تنسى تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. مثل ما انكم شايفين هلا عندنا جوكو له 4 ستايلات، وهوك في له تحولات هون، او في تحول سوبر ساين 4 هون له اشكال كثيره. ليكو شلون شكله هون، والتل في سوبر ساين الاحمر كمان نفس الشيء له اشكال كثيره هيك. يعني هي هاي عندكم شيء نفس الشيء في جيتا، طلعكم شايفين. فا اوكي بنخلي نفس التحولات كلها نفس الشيء. اوكي وبرولي ما بعرف في له اشكال ثانيه. ايوه ليكو برولي لابس لبس فيجيتا، وتل حلوه. ليكو شلون شكل برولي. اوكي هي جوهان مثل ما كنتم شايفين، يعني صراحه شيء رهيب. اوكي اوكي هاي جوهان عكون ترانكس. اوكي نسخه غريبه الاطوار بس حلوه الصراحه يا اخوان. عكون باردك باردك سوبر ساين الاحمر سوبر ساين الازرق مثل ما كنتم شايفين، رهيب. هلا بس لسه ما شفتوا الغرابه انتم، شوف مثلا هيت، شوفوا لي هذا الشكل وتل، شو هذا، شوفوا لي شكل هذا، مين هذا مين وتل، شوفوا هون كمان وات جوكو الغريزه الفائقه مع هيت. بس طبعا بما انه حاطينهم بهي الطريقه يعني هن مندمجين مع بعض، ولكن ما فيني اعمل حركه للرقص، فبقدر بس هيك اختار شكل وبس. شوف عندكم جيرن، ليش جيرن حاطينه هون ترانكس؟ حدا يفهمني ليش. اوكي في عندكم هاي، في عندكم مين هذا، هاي وات وهذا بيس جوهان او ما بعرف صراحه، او في جيرن، يعني كل شكل شخصيه يعني عاملين اكثر من شكل ما بعرف. في عندكم توبو، هات نشوف توبو، في جوكو، في هاي شخصيه، ايش هاي الشخصيات يا اخوان، ول 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 ما عم بفهم شيء الصراحه. تعال نشوف مثلا هذا، هذا شوفوا لي، شوفوا ديسبو حاطين له ككراش كراش بانديكوت، هاي شخصيه من ما بعرف من وين. وفي هون هذا مين هذا، وات هيل، في هذا شوف الزماس ما جنبوه هيك له، وات هيل يا اخوان صراحه الاشكال جدا غريبه ما بفهم شيء. شوفوا اندرويد 17 وات هيل، مين ادم باي هيرو اكاديميه هذا، وات هيل ليش ليش هيك غريبه النسخه يا اخوان. بلاك فروست او بلاك وات هيل، في بلاك فروست بلاك فريزا هذا مين هذا. المهم في سل شكله غريب، في جولدن سيل، وفي بو، هات نشوف اشكال بو، بو له هيك شكل فيو هذا وات هيل. اوكي له شكل بسيط يا اخوان، ها اوكي هاي جوكو بلاك حاكم الدمار. يعني صراحه النسخه عجبتني للامانه رهيبه يعني، بس هلا بتعرفوا شو حيخليها نسخه جدا سيئه، هلا بنكتشف مع بعض. هاي مورو عطيل اشكال كثيره ومنها فيو، يعني مثلكم شايفين. فا يعني صراحه انا متعوب عليها. حاطين جون هون، في ايه يا اخوان، في حاجات كثيره مو مفهومه هنا، في شخصيات من انميات ثانيه حاطينها مالي فاهم يعني، وافلام كرتون كمان. اوكي هاي جوكو الترا ايجو، والتل هاي جوكو لو كان عنده تحول الالترا ايجو يا اخوان، هاي الالترا ايستينج. اوكي هاي في جيتا كمان نفس الشيء، الترا ايجو الترا ايستينج. اوكي هدول ما بعرف صراحه شو وضعهم. ايوه يا اخوان هاي هي الشخصيات ما كم شايفين، يعني هلا بعد شوي حتشوفوا الغرابه والعجابه. شوفوا شو هذا، مين هاد؟ الو وتل، شوفوا هون، شوفوا اصلا هاي ايش في يا اخوان، ايش في غوريلا كامله هاي. يوب هاي حاكم الدمار اول شكل، بعدين عن كونيزيكو وبولما كمان موجوده. اوكي شوف هنا يا عمي شخصيات اغرب من الغريبه قسما بالله. ها مين هاد؟ هي صراحه شخصيات اقل شيء اقدر اقول عنها انها غريبه، مالي فاهمان شيء منها. شوف مثلا تشامبا الستايلات، برولي شايفين برولي، شوف الستايل هذا، هذا ايش هذا ايش وات هيل،
شوفوا يا هذا برولي لو كان الترا ايستينج. اوكي شوفوا بيروس، بيروس ستايلاته بضم منطقية. ايوه هذا بيروس، ايش فيه ليش لابس بيروس؟ طيب هذا نشوف الدايشينكان، دايشينكان له ستايلين له وثلاث ستايلين لشخصية ثانية. اوكي في هنا اوه شوفوا ويس يا اخوان، ويس مندمج مع مين هون؟ اوكي اللي صمم النسخة ما بعرف شو وضعه، له حيل ما له حيل ما بعرف شو يسميه صراحة. شوفوا هنا المهرجان حاطين حكام الدمار، اوه شوفوا هون حاطيكم ملك فيجيتا بالالترا ايجو، وهون بنتين واتهل ايش في؟ وهون مو هذا ايش هذا بتذكر؟ شوفوا اي زينو يا اخوان، زينو هات لنشوف اشكال زينو كلها. وال 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 في زينو الصغير، زينو هذا زينو هيك ما بعرف ايش فيه، وزينو كأنه مندمج مع جرن شكله هيك واتهل. هذا مين هذا؟ ايوه هذا اللي في واحد كتير بيطلب مني بالالعاب ضده ضد الشخصيات، ما بعرف صراحة شخصيات غريبة الاطوار قسما بالله. شوفوا عكرا كوجيتا مكتوب كوجيتا كرانا ما يفهم شيء. هون لو صار مع ناروتو، وهون ترانكس، وهون كانيكي ايش فيه؟ شوفوا يا اخوان يعني النسخة تقدر تقول عليها رهيبة بس بنفس الوقت غريبة كتير يعني، اول ولهالدرجة. هاي لو جوكو صار مكان زينو ديم يعني صراحة. وهاي بيكولو الاشكال غريبة عجيبة صراحة، النسخة كثير فيها اشكال وحركات غريبة واتهل ما لي فاهم شيء. انا ما لي ادران استوعب ايش فيه اللي قاعد يصير بالضبط. صعب استعرضكم كل الستايلات انتو استكشفوها بنفسكم، حتى شوفوا هون في ناروتو، في ناروتو هيك 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 ناروتو صغير، هون نفس الشيء حاطين اشكال غريبة يعني فيها كثير كثير شخصيات. حتى يا اخوان لوفي الجير الفايف موجود، شوفوا شوفوا لوفي جير فايف موجود. عشان هيك هلا حجربوا اول شخصية، هختار مثلا ضدي في جيتا. اوكي ونلعب باي ماب مثلا، والله ما بعرف، اتمنى يكون لوفي هيك رهيب. هلا انا حجرب شغله لو كانت فيها النسخه حتكون نسخه جدا سيئه، بس لو كانت مو فيها يكون شيء حلو. ايش في لوفي؟ هات نشوف يا اخوان لوفي متعوب عليه ولا مو متعوب عليه. هيا خذ يا فجلا يلا ابلع. ول 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 يا اخوان، تعال 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 تعال. لا شو هذا فيجيتا؟ اعطتنا دغري فاير اوف فلاش. تعال هذا، تعال نجرب عليك حركات فيجيتا. ايوه 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 يلا ليتس جو. تعال تعال نجرب عليك الالتيما. وينك فيجيتا؟ تعال 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 خذ الضربة القاضية. بتمنى يكون متعب عليك يا لوفي. لا ت... انا في ايوه شو هذا لوفي؟ اوكي حركة حلوة الصراحة. اوكي اوكي تعال 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 فيجيتا نجرب عليك حركات هات. نشوف بس شو عند لوفي. ايوه حركاته حلوة بس مأخوذة من شخصيات ثانية، بس يلا مو مشكلة. شكل رهيب الصراحة لوفي الجير 5. هلا انتم لو لاحظتوا يا اخوان بالنسخة بكل شكل في شخصية، بس لو كانت الشخصية بالاشكال كلها نفس الحركات فوقتها حتكون النسخة جدا سيئة. يعني على سبيل المثال انتم هلا بهي الشكل واحد شفتوا في لوفي الجير 5 مثلا، هلا حيطلع لي شفيق، حلعب بشفيق حختار وشوف لو كانت نفس الحركات تبعات لوفي الصراحة حتكون نسخة اسوأ شيء بشوفه بحياتي الصراحة. لازم كل شخصية إلى حركاتها الخاصة، فبتمنى أنه هذا الشيء يكون يا رب بسم الله. إذا كانت هيك بتكون نسخة خرافية، إذا كانت غير هيك شوفوا شفيق يا أخوان إيش فيه يا شفيق. هات نشوف. أوكي مبدئيا ممتاز يا أخوان، حركات مختلفة. أوكي أول حركة مختلفة، هات نشوف حركات ثانية. طبعا لازم نجرب لآخر حد يعني مشان نكون عطينا النسخة كل حقها، عشان انه ما نكون ظالمينها او شيء. تعال 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 فيجيلا
ايوه تعال تعال تعال. لا تعال. اوكي اوكي يا اخوان، اللي باين انه كل شخصية الى حركاتها، يعني صح انه الرقم متخبي الشخصيات بقلب الارقام، ولكن كل شخصية لحالها، هذا اللي بين معي. خلينا مثلا نجرب شخصية ثانية نشوف الارقام. هلا مثلا عندكم مثل هذا، في جوكو متخبي فيه، في شخصيات كتير متخبية فيه. شوفوا هلا هم في باين اندماج مورو وشخصية ثانية. خلينا نجربه اول شيء تمام، ونجرب يعني حنجرب كذا شغلة. النسخة باينة خرافية يا اخوان، ولكن للأسف يعني انا اللي كانت مميزة ان السلسلة اللي مسويها الاندماجات انه كان يعني في حركات ورقص وتدمج شخصيتين ببعض، اما هم ما في. هلا اما هم بس هيك، هذا اندماج جرانولا ومورو طلع. اوكي هذا كنت مسوي عليه مقطع. اوكي في اندماجات، اذا بدكم يعني يا اخوان نسوي اندماجات بس هيك ندخل نختار شخصية ونلعب فيها على طول، اكتبوا لنا بالكومنتات انه هاي النسخة فيها اندماجات خرافية، بس ما فيني اسوي حركة الرقص، يعني الاندماج جاهز. عرفت علي؟ يلا ليتس جو، تعال تعال نجرب فيك حركات. فيجيلا ارحمنا يا فيجيتا، ارحمنا ارحمنا. هدي هدي، والله عم نجرب الشخصية، عم نجرب احنا. اوكي ايوه هي. انا باختصار يا اخوان النسخة هي حسميها نسخة احلام العصر الصراحة، يعني لانه فيها اشياء خرافية ما حتلاقوها باي نسخة. فخلونا مثلا نرجع لورا نحط تمرين مشان نجرب الشخصية، اخذ راحتي. اوكي خلينا مثلا نجرب هيك الحركات الشخصيات، نعطي النسخة حقها عشان نعطيها تقييم نهائي، عشان الناس ما تحمل على الفاضي انه ممكن النسخة اخر شيء تطلع بايخة، فما خليكم تحملوها على الفاضي. فعرفتوا كيف؟ تعال نجرب مثلا حركات. ايوه اوكي هاي حركة، هات نجرب هاي. اوكي ايوه ابلع. اوكي مبدئيا كاول فايت حلو يا اخوان، بس هلا انا متمت لكم يعني في شغله بيحدد حلاوه النسخه وبياختها. احنا هلا بنحدد نفسنا. طيب طبعا انتوا هلا شفتوا انه اخترنا مورو وجرانولا اندماجهم بنفس الشخصيه، بس هلا بنرجع بنختار نفس الشخصيه بس برقم 3 مثلا. شايفين طلع لنا جوكو واندماج جوكو وزينو. طبعا اذا كان الحركات نفسها طبعا بتكون هي سلبيه جدا للنسخه، بس اما لو كانت حركات مختلفه بالعكس بتصير نسخه جدا خرافيه. فيلا نشوف شو حيطلع لنا حركات مختلفه. طبعا هذا حتى هذا الاندماج نزلت عليه مقطع. اوكي شايفين شايفين يا اخوان حلاوه النسخه انه حركاتها مختلفه، ما في حركه مثل الثانيه، فجدا ممتازه. عرفت علي كيف؟ جدا جدا رهيبه اسطوريه ان حط عملوا هاي الحركه مشان يكثروا الشخصيات في اللعبه، يعني ما في نسخه حتلاقوا فيها شخصيات مثل هاي النسخه، مستحيل تلاقوا نسخه فيها شخصيات مثل هاي النسخه، رهيبه جدا. ايوه ابلع كامي هامي ها، يلا باي باي. والله صراحه من احلى النسخ اللي جربتها. طيب نجرب على كذا شخصيه مشان نعطي النسخه حقها يا اخوان. احنا هلا مثل ماكم شايفين ها هون في اندماجات كثيره، يعني عشان اورجيكم يعني النسخه فيها كثير 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 اشياء، فاهمين علي؟ مثلا هون عندكم اندماج بيروس مع هاي، بيطلع لكم هون شوفوا ريكم مورتي والتال ايش هذا. هون مثلا يعني مثل ماكم شايفين يعني شير شير خرافي من الاخر، يعني مثل ماكم شايفين. هلا هون عندكم ستايلين لسايتاما، حجرب هاي اخر تجربه وحنهي المقطع. في عندكم ستايل الاول، في الستايل الرابع، خلينا نشوف الستايلين في اختلاف بينهم ولا ما في. لو في اختلاف فالصراحه بتكون من وحده من افضل النسخ اللي جربتها، ولكن بتضل السلبيه الوحيده اللي فيها انه الشخصيات صح انه اندماجاتها كثيره، ولكن ما فيها حركه الرقص الاندماج نفسها. عرفت علي كيف؟ فشوفوا هاي. اوكي اول حركه رهيبه، تعال نجرب حركه ثانيه. يلا
نشوف حركات. ايوه ليتس جو. اوكي مثل ما شفتوا حركات مختلفة عن الاندماج اللي جربته بالقناة. يلا هات نشوف الالتيميت اتاك. ايوه شو حتسوي؟ ايوه والله الصراحة يا اخوان النسخة صراحة اسطورية حق. نسخة اسطورية. طيب هلا مثل ما شفتوا في له ستايلين لها سايتاما. اذا ستايل الثاني كان نفس الحركات فمشكلة ذي. وين راحت يا سايتاما؟ تعال نجيبك. طبعا مثل ما كنتوا شايفين يا اخوان يعني النسخة كتير 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 فيها شخصيات. حتى تانجيرو موجود. زينتسو هذا موجود. جاما 1 جاما 2 في ما بعرف اذا في لهم حركات او اندماج. شوف عندكم في جيتا حكم دمار في شخصيات كثيرة. يعني بنصحكم تعطوا فرصة للنسخة رهيبة صراحة عجبتني انا. يلا خلينا هون كان سايتاما صح؟ سايتاما فينك يا سايتاما؟ حتى ايرين ييجا موجود يا اخوان وحتى العملاق. يلا اخوان جرب هاي النسخة الثانية من سايتاما شوفوا بس الشكل مختلف والرقم مختلف وكل شيء مختلف. المفروض انه يكون حركاته غير سايتاما اللي جربناه قبل شوي اندماج كوجيتا وسايتاما واسمه. شوفوا شكله افخم طالع. هات نشوف مثل ما شفتوا عن جد حركات غير ما في شيء نفسه. يعني كل ستايل وحركات حتختاروها حتلاقوا شيء مختلف وهذا الشيء اللي بيميز هاي النسخه صراحه. نسخه جدا خرافيه ما توقعتها تكون هالدرجه. شوفوا الحركه الرهيبه هاي. ول الرهابي. هات نشوف الالتيميت. يلا اعطيه الالتيميت يا اسطوره. ايوه الله ليتس جو. على العموم يا اخوان هاي هي النسخه اللي معنا اليوم. اتمنى تكون عجبتكم. لايك واشتراك بالقناه. مع السلامه.